الحق النقبي لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد. يجي تتصوروا أنتم على كاتب عام نقابة خصوصية باش يتحول إلى ثكنة الحرس الوطني ويتكلم بتلك الطريقة. يلزم إله الرأي العام بطرهات فارغة ويجر معناها فهمني يقول لهم أني هاو سبب البلاء هو الاتحاد العام التونسي للشغل.